إني المال ولا المال ولا الحب؟ الحب المال. طب اكذب يعني؟ انا دلوقتي اكل حب، اشرب حب، ما هو احنا جربنا الحب، ايه اللي حصل؟ ما اخدنا على قفانا، خلينا نبقى اذكياء شويه. المال علشان لما يجي الحب اخده بدفء وحنان، ما اخدوش بتهور. المال ما يشتريش الحب. مش مهم يا روحي. مش مهم يشتري الحب، ممكن يشتري تصنع الحب وهصدق. لا لا، مش عايزين نصدق، مش عايزين المتصنع المال والحاجه الكاذبه دي. المال. طيب لو خيروكي بين المال والحظ. انا في دي اول واحده عطار ممكن اخد. طب انت ما جاوبتيش عن على ايه؟ المال على ولا الحب؟ الحب. انا قلت الحب. طيب المال ولا الحق؟ انا الحظ. وانا الحظ وانا ممكن كمان يجيب الحظ. الحظ ممكن يجيب المال، يجيب حب الناس، ويجيب حاجات كتير. طيب المال ولا الشهره؟ مال. لا انا الشهره. انا ما تفرقش معايا خالص الشهره. انا مش انا ما يهمنيش الشهره. الشهره مش بتاكل عيش، بالعكس بتنزلنا كل يوم نروح نشتغل ونقعد يعني نتبهدل. انا عايزه المال وخد الشهره. طب انا بقى لما فكرت فيها انا بقيت زيك. لا المال يعني لو مال وشهره. لا المال. ايوه يا ماما. أوكي تمام. المال عشان ادفع المرتبات اللي حواليا وادفع الايجار بتاع البيت، ومش عايز شهره. انا لا انا عايزه انستجرام ولا عايزه فيسبوك ولا عايزه انزل. يعني انا بحبكم جدا جدا، بموت فيكم. بس هي بتحب الكسل، هي كسلانه. ده مش كسل، اسمها اسمها راحه. طيب راحه لفترات من السنين العمل، لان احنا عملنا شغل كبير واشتهرنا فعملنا حققنا حاجه. ها المال والاصدقاء. انا الاصدقاء. وانا كمان الاصدقاء. يعني بين المال والاصدقاء طبعا الاصدقاء اولويه اولى. هنصرفه مع مين اصلا؟ لو عندي مال وما عنديش اصدقاء هصرف الفلوس مع مين؟ ولا تحلى الدنيا ولا تحلى الدنيا في القعده السفريه. لا الاصدقاء. الاصدقاء طيب. بصراحه احنا كده اتفقنا في حاجتين، الاصدقاء والشهره ولا المال. يبقى المال. طيب اللي بعده. المال ولا السعاده؟ سعاده. مال. انا سعادتي في ان انا افتح محفظتي الاقي فيها. والله مش طبع، انا حقيقيه جدا. انا النهارده عندي قسط البت بنتي، طب انا اخد السعاده ولا اروح ادفع القسط عشان يديني سعاده عشان اطمن ان هي لا المال. المال. انا النهارده البت بتتعلم، عايزين ابعت لها فلوس، اكل سعاده اشرب سعاده وهي الجوع؟ لا طبعا. السعادة بتعمل يقين ورضا. المال. أنا إنسانة طب أنا بقول أهو. مال عليا مال. مال. طيب المال ولا الذكاء؟ الذكاء. الذكاء طبعا. طب يبقى في ثلاث حاجات إحنا متفقين فيها. المال ولا النجاح؟ أنا لما يبقى معايا مال هبقى ناجحة. بغض النظر عن تقييمك لنجاحي، أنا ممكن أقعد قدام المراية وأقول أنا ناجحة بفلوسي. عارفة من الحاجات سريعة المفسدة في هذا الزمن ان فكره الناس اللي عندها فلوس او عندها شهره ان ده نجاح. النجاح يعني انجاز، ده مش نجاح. انا المال. انا بحب النجاح. انا المال وهعمل انجاز. مستحيل. والله العظيم اوعدك اديني مال وانا هعمل لك الانجاز اللي انت عايزاه. اي انجاز. شوفي اختاري الانجاز اللي انا عايزاه اللي انت عايزاه انا هعمله. هعمل انجازات مش هعمل انجاز واحد. اديني المال. وجهات نظر، هي المال انا النجاح. طيب اللي جاي ده هنتفق فيها اكيد. المال ولا الصحه؟ الصحه طبعا. هنختلف؟ اقول لك مال برضه؟ اقول لك ليه؟ لنفترض لا قدر الله، يعني ربنا يدينا الصحه لينا كلنا. احنا محتاجين فلوس عشان خاطر نحافظ على صحتنا. لا ما ربنا يدينا صحه، عمر قصدي على قد الصحة. محدش ضامن حياته. ما دي بقى دي بقى بتاعت ايه؟ الناس اللي زيك كده الرومانسيين. طب وماله؟ ما انا عندي أنا صحة مال. مش عايزة المال. انا مال. ما انا عندي صحة مش محتاجة بقى الفلوس. ما انا مش ضامنة الصحة هتفضل موجودة. لا ازاي؟ ما انا نضمن الصحة. جت الكورونا وقعدتنا فنكوعتنا في البيت سنتين. وكان المال هو اللي سيد الموقف. ما زلنا نعاني من الكورونا. وكان المال هو سيد الموقف. مال بتاكلي وبتشربي وتجيبي ادوية لا انا لو معايا المال استطيع ان احافظ على صحتي وصحه الاخرين، لان اكتر حاجه في حياتي بتفرق معايا فكره ان يبقى حد من الناس القريبين منك عيان وانت مش قادر تساعده. لو الموجود المال الصحه هتبقى تمام. طيب
المال ولا العقل؟ بتهيألي لا العقل طبعا. العقل خلاص، يبقى احنا اتفقنا الحمد لله لحد دلوقتي في اربع حاجات. طب ايه؟ المال ولا الشباب كده؟ الدائم؟ ايه ده فين؟ استنى، الشباب الدائم. المال ولا الشباب الدائم؟ المال. انا الشباب الدائم. المال هعمل شباب دائم. انتوا مش مصدقيني صح؟ طب والله العظيم اروح لبره واخد الحقنه بتاعت اللي هي اللي مش عارفه ما كانش حد غلب، ما كلهم واخدينها. غلبوا مايكل دوجلاس ده ايه؟ غلب ده ولا ما غلبش؟ توم هانكس ده ايه بالنسبه لي؟ ده الذي بعد 80 وجميل وبتاع وعايش وعايش حياته. لا المال. هو على كل حال المال انك تعيش، مال والحقنه ب 200,000 دولار. التعاسه برفاهيه، ان هو بيعمل رفاهيه حتى في التعاسه. المال ولا خفه الدم؟ هعمل انا ايه بخفه الدم ده؟ يعني على الاقل المال يوم ما يقرفني. في ناس خفه الدم بتجيب لهم فلوس. اخد الطياره الخاصه اللي هتجيبها لي المال واطلع لوحدي منطلقه وكده خلصنا. خفه هو خفه الدم دي هتاكلنا؟ ما تخليك واقعيين يا جماعه، مش هتاكلني. انا مش هذا الشخص. طيب انا هتفق، يبقى كده احنا اتفقنا. المال ولا خفه الدم؟ لا المال. المال اوكي، يعني لو في مقام يبقى المال. طب المال ولا انك تكون محبوب من الناس؟ محبوب من الناس. دي الثروه الحقيقيه التي لا تنتهي. يعني ده نهر الذي لا ينضب. ودايما انا واخداها دي بقى الحته دي، ان حب الناس ده ربنا بزرعه في قلوب الناس، فبعتبره ان حب الناس ده من حب ربنا، وبيبقى الجايزه الكبيره اللي بناخدها من دعاء الوالدين، الاب او الام. فانت لما انا بحس بحب الناس ده، هو ان ربنا جاي يقول لي خلي بالك امك او ابوكي كانوا راضيين عنك او امك راضيه عنك. فانا هي شويه كومبليكيتد معايا. شوف قد ايه انا ما يفرقش معايا هنا المال غير في حب الناس. حب الناس دي اهم حاجه. حب الناس دي اقوى ثروه، اقوى من اي ثروات الفلوس. طيب المال ولا العيله؟ العيله وضيع عليها المال. يعني هنا المواجهه الرئيسيه ما بين العيله ولا المال. شوفوا بقى بكل المال، لو انا عندي مال الدنيا دي كلها وعيلتي ولا وعيلتي في خطر، فانا على اتم استعداد اني اضيع كل الفلوس دي عشان خاطر عيلتي. العيله هي السقف، عارفه لما يبقى في مطر، العيله ده البيت، حر، اي حاجه، ففي او امان كده. العيله هو ده اللي بيحميك من الشرور ومن الامراض. العيله ومن ده كل الحاجات السيئه. عارفين لما تخشوا وقت شتاء فتشموا ريحه مثلا امي تبقى عامله ايه، صينيه بطاطس والرز انتوا شامينه والدنيا دفى ولسه هي محمره الفراخ، فريحه التحمير موجود في البيت. ريحه العدس مثلا، ابو فروه. انا بالنسبه لي هي دي العيله. فانا العيله دي اضيع عليها الفلوس، ما تفرقش معايا. وبهنا نكون اهلك يا تهلك، ده انت بالناس تكون. طب والله احنا عندنا قيم. سيد حجاب الله يرحمه، يعني ما احنا عندنا قيم. في حاجات اساسيات وفي الحاجات الحبشتكنات. بنحبشتكنات سبع حاجات بس، اعتقد سبع حاجات مهمه، لكن ما اختلفنا لكن في كل ما ليه علاقه بالمال بعد كده. ما هو ده برضه ليه علاقه أعطوني بالمال. اعطوني مال، مال اخوكم هيشحط قريب. تعالي نطلع فاصل، تعالي نطلع فاصل، نروح في داهيه. اعطيني مال، اعطيني الكتاب. بس احيانا لو في انا مال واشتري لك مكتب. على كل حال ربنا يرزقكم احلى ما تتمنوا. كل مشاهدي الستات على النهار حلقتنا حلوه جدا ان شاء الله، واحلى بوجودكم. يلا نبتدي حلقتنا، فاصل ونرجع نكمل.